لماذا وقف الأب نبيل حداد ضد الربيع العربي؟ مش أنا الوحيد اللي وقف ضد الربيع العربي. عنك عن رأيك. لا يعني أنا 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 فخور بأني كنت ضد الربيع العربي، لأنه في بداية يعني دوافع ما خلق الربيع العربي هي في البداية دوافع مشروعة، إنما أخذت منحا آخر، وبدل أن يكون سببا لإخضرار لأن يكون ربيعا أصبح يعني سببا للعتمة وللعنف، وانعكست آثاره سلبا. ونحن في الأردن يعني أدركنا وبحمد الله أنه هذا الربيع العربي يعني اجتزنا هذا الامتحان. وأنا فخور أيضا بأنه مش بس كنت ضد الربيع العربي، أنا كنت مع أن نعزز هذا الحوار، لهذا تشرفت بأن أكون عضوا في لجنة الحوار الوطني. اعتبرت أنه بالربيع العربي كرجل دين استخدم الدين بالسياسي؟ بالتأكيد نعم، صحيح بالتأكيد. يعني في بعض الحالات استخدم الدين لخدمة أجندات سياسية. وأنا في الربيع العربي قلت بكلمة كانت مسموعة وعلى يعني شاشات بعض المحطات التلفزة، قلت بأن الربيع العربي أثبت أننا نحن كرجال دين ما ذهبنا في الحديث عنه من قضية الحوار بين الأديان، إنه هذا لم يكن إلا مسألة بروتوكولية اقتصرت على احتفاليات، ولم نستطع نحن الذين نقود هذه الحوارات لم نستطع أن نوصلها إلى رجل الشارع. نحن مربين، نحن قادة فكر ورأي مع كوننا قيادات دينية.